بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب طالبات الأعزاء المكتسبين لمساق تمريض الأطفال جامعة الأزهر، أعانكم الله على الدراسة والوقت الصعب اللي بتمر فيه، وكل عام وأنتم بخير وطول روحكم معاي. في انه صحيح انا يعني بشرح الماده، لكن حاولت اني اجيب لكم سلايدات مشان اخفف عنكم اللي هو الكتاب اللي مشروح فيه شيء كثير قيم وشيء كثير رائع، لكن مشان الوقت يدركنا فانا بكتفي بالسلايدات. خليك معي انت في السلايدات، تابع معي حتى الامور ان شاء الله يعني سهل. حكينا في المحاضره السابقه عن الاي سيروتيك هارت ديزيز، اليوم حنتكلم عن السيروتيك هارت ديزيز. ها ايه سيروتيك؟ لما بيلد الطفل بكونش معاه ازرق يعني، او لا يعاني من ازرقاق الا في حالات بتكون شديده شوي وبتكون لها مناسبتها. لكن السيروتيك هارت ديزيز هذا بصير عنده ازرقاق واعراض بعد الولاده او منذ الولاده او بعد الولاده بفتره بسيطه. Congenital heart disease or defects is one of the most common forms of congenital anomalies. It involves the chambers. ممكن يشمل اللي هو congenital heart disease تشمل الشيمبرز اللي هو الغرف القلب اللي هو الأذينين، الأذينين أو الأذين، الأذينات أو البطينين أو الأذينين أو أحد منهم، الفالفز الصمامات اللي بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن، بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر. ممكن يصير اللي هو أوعية دموية التي تنشأ من القلب زي الاورتيك ارتري اللي بينشا من الاذين من البطين الايسر، وزي البلمونري ارتري اللي بينشا من البطين الايمن. الموسكس دي كوز اوف كونيال هارت ديزيز نوت نون. وقلنا في المحاضره السابقه انه معظم الحالات هو السبب الرئيسي غير معروف. سبب كونيال هارت ديزيز يعني لا يوجد سبب رئيسي محدد لا معروف لا الكونيال عن او سبب يكون من اسباب، لا يوجد سبب او غير معروف السبب، مش لا يوجد سبب غير معروف السبب حتى الان. كل الباقي عوامل ممكن تؤدي الى انه الجنين يكون عنده كونيتال هارت ديزيز، لكن السبب الحقيقي غير معروف حتى الان. تيبيكال كارديو فاسكولار ديزيز ان تشيلدرن ار ديفايد انت تو ميجر كاتيجوريز، مشاكل القلب والجهاز الدوري تنقسم لقسمين، كونيتال هارت ديزيز واكوايرد هارت ديزيز. الكونيتال هارت ديزيز بكون في مشكلة في structure anomalies that are present at birth. acquired heart disease المشاكل المرضية بتصير مكتسبة زي الروماتيك فيفر. These disorders in acquired heart disease, these disorders develop from a wide range of causes or they may occur as a complication of congenital heart disease. أو ممكن تكون هذه إلها سبب الأكوير، او ممكن ناتجة عن او احد مضاعفات الكونجنتال هارت ديزيز زي الميوكاردايتس. من مضاعفات الكونجنتال هارت ديزيز ممكن تكون ميوكاردايتس، هارت فيلر، اند روماتيك هارت ديزيز، روماتيزم. هاي عندك الكونجنتال هارت ديزيز بتنقسم لقسمين، اي سيانوتيك وخدناها وسيانوتيك اليوم حنتكلم فيها، احد اللي هو الامراض الشائعه تترولوجي اوف تي او اف. شوف الاختصار، الاختصار دارج كتير في التذاكر المرضى في الامتحانات، تي او اف اللي هو تترولوجي اوف فلت. The most common type of sciatic congenital heart disease in children over the age of 1 year. اكثر المشاكل، اكثر انواع sciatic congenital heart disease هو تترولوجي اوف فلت. طيب هذا سؤال امتحان اللي انا بدي اقول لك اياه حيجيك في الامتحان. طيب تترولوجي اوف فلت ايش العيوب الخلقيه اللي فيه؟ هذا عبارة عن مجموعة من العيوب الخلقية. ايش هالعيوب الخلقية؟ بكون بالمنري ستيروزز، فنتريكولار سيبتال ديفكت، اوفر رايدنج اوف ذا اورطا، رايت فنتريكولار هيبير اتروفي. ايش معنى اوفر رايدنج اوف ذا اورطا؟ اوفر رايدنج اوف ذا اورطا مرة عندك بالمنري ستيروزز اخذناها، ضيق في البالمنري ارتري، فنتريكولار سيبتال ديفكت في ثقب بين البطين الايمن والبطين الايسر، اوفر رايدنج اوف ذا اورطه بتلاقي هالاورطه بوضع الاورطه مكانه فوق الفنتريكولار سيبتال ديفكت.
اها يبقى ديفكت كمبيوتر هاد ديفكت وير ذا ووتر مش دايركتلي دايركت اوفر الفنتريكل سيبل ديفكت انستيد اوف اوفر ذا ليفت فنتريكل. في العاده بكون اللي هو الاورطه فوق اللي هو الاذين البطنيين الايسر، لكن في الاوفر رايدنج اورطه بكون الاورطه وين موجود؟ فوق الفنتريكل سيبتال ديفكت. تمام، هذا الاوفر رايدنج اورطه. في الوضع الطبيعي بكون اورطه ماشي من فوق جاي في جاي وين جاي فوق اللي هو ليفت فنتريكل فوق البطين الايسر، لكن في الاوفر رايدنج اورطه بكون جاي فوق الفنتريكل سيبتال ديفكت. يبقى الاربع حاجات في المالستينوزس فنتريكل سيبتال ديفكت اوفر رايدنج اوف ذا اورطه رايت فنتريكل هايبرتروفي تضخم اللي هو البطين الايمن، هذا بدك تعرفها سؤال امتحان واهم حاجه في الموضوع بالمناسبه. الالترنت فيسيولوجي مش كتير انت مطلوب منك الالترنت فيسيولوجي، لكن مدينه فيه بالمالستينوزس ومدينه فيه اللي هو فنتريكل سيبتال ديفكت فالدم بتخربط. البلمان ستينوزز بيحمل انتس اكسجين از شنتد فروم ذا رايت فنتريكل فور فروم ذا فنتريكل سيبتال ديفكت انتو ذا اورطه، بس يروح دم غير مغسج على الاورطه ودم مغسج يروح على البلمان ستينو على البلمان ارتر، يبقى الدم بيش بتلخبط. رايت فنتريكل از هابير تروفي بصير رايت فنتريكل هابير تروفي بيكوز اوف هاي رايت فنتريكولار بريشر. ممكن يصير هنا اللي هو الرايت فنتريكل اورت فلو تراكت اوبستراكشن، ممكن يكون انسداد في اللي هو مسار الدم رايت فنتريكل هاي اوت فلو نتيجه البلمولر ستينوزز نتيجه اللي هو الالفاندي بولر اللي هو ستينوزز اللي هو ستينوز في البلمولر ستينوز في البلمولر ارتري او سوبرا فالفولر ستينوزز اللي هو ضيق في الاورطه. The right ventricle becomes hypertrophied as a result of the increased gradient across the اللي هو RVOT اللي هو right ventricular outflow tract obstruction اللي فوق عندك. المهم اعرف انه بصير right hypertrophy right sided right ventricular hypertrophy، مالكش كثير ايش بدك فيه يعني، مش كثير مطلوب منك الباثوفسيولوجي، لكن طلع لك الكمنستيشن هذا مطلوب منك. سينوزس ايش المطلوب منك؟ حالتين هي قلنا اكثر مشكله اكثر سيرتك هارد ديزيز اكثر سيرتك كونجنتال هارد ديزيز بيعاني من الاطفال اللي هو الفلوت تترجي وفلوت، هذه واحده بتعرفها. اثنين ايش بتكون؟ تترجي وفلوت ايش العيوب الخلقيه الموجوده في تترجي وفلوت؟ من الاربعه بالنيور ستينوزز بالتريكل سيبتال ديفكت اوفر رايدنج اوف ذا ورطه رايت فنتريكل هيبير تروفي، هذه النقطه الثانيه تعرفها النقطه الثانيه في الكامينستيشن. الاعراض سينوسيس في البدايه لما بدا بخش عنده سينوسيس من الليفت ورايت شنط، ممكن سينوسيس بعد هيك ممكن يصير في بعد اول سنه او اول سنتين من العمر. كيف يكتشف؟ انه الطفل بتلاقيه لما بمشي او بصيح بزرق، بعد هيك بصير عنده زرقاق حتى والطفل قاعد بدون لا بصرخ ولا بجري ولا بمشي. يبقى في البداية الزرقاق بصير وقت ايش؟ لما الطفل بصيح بزرق، بعيط بزرق، بصرخ بزرق، او لما يمشي الطفل يبذل مجهود بصير عنده سينوس، بعد بصير يجي استوبات اللي هو الزقاق والطفل قاعد لا بصرخ ولا بمشي. Degree of sinus depends on the size of the PSD. حدة درجة الزرقاق تعتمد على size of the ventricular septal defect and the degree of right ventricular outflow tract obstruction وحسب درجة اللي هو obstruction في الventricular outflow tract. هاي قلنا أول حاجة هو العرض من العرض سينوز، العرض الثاني clapping of fingers. Clapping of fingers بتلاقي طلع على أصابعه أصابعه في مش في الكفة في ظهر الإيد، بتلاقي الجلد الأصل في الأظفر في الإصبع مع الأظفر هذولا فش على مميزة بينهم، بسموه clubbing of
finger. Squatting posture. كيف الطفل بيقعد مشان هو يريح حالات التنفس تبعه، بتلاقيه بجنبز او بحطه في الني شست بوزيشن، هذا سكويتنج بوستر. ثقل الجسم بيكون على الركبتين وعلى القدمين وعلى الركبتين وعلى المقعده الهب. هذا اسمه سكويتنج بوستر. وخذتوه انتو في الفاندمنتال او نيرسينج سلو ويت جين، النمو بيكون بطيء. هاي بوكس سبيز بتيجي نوبات من نقص اكسجين في الخلايا ونقص اكسجين عن خلايا المخ. هذه النوبات تجي وبالعلامات بصير ايش تزرقاق، لانه نقص بصير نقص الاكسجين لوصل الخلايا الجسم وبالذات اللي هو المخ. فعنيش insignificant murmur. ميرمرز. طيب ايش معنى insignificant murmur؟ يعني تسمع ميرمر ممكن تكون هذه مرضية او يعني هذه functional physiological، ممكن تكون ايش مرضية. تسمع insignificant غير محدد. يبقى الاعراض مرة تانية cyanosis في the crying او exertion عند بارد وجود الطفل او في الصراخ، بعدين بصير cyanosis. لو بس سينوز هو مرتاح، درجة السينوز بتعتمد على degree of or size of the BSD أو degree of right ventricular outflow tract obstruction. العرض الثاني clubbing of fingers، squatting posture، يعني بيقعد في وضع معين squatting posture، slow weight gain، نقص أو بطء النمو، زيادة الوزن في النمو، hypoxia وميرما. هاي clubbing of fingers، شوفها كيف عندك في السلايد. بعدين هاي سكوتينج بوزيشن، شوف ايش قاعد كيف قاعد طفل. هاي انكريز بريشر اون ذا ليفت سايد اوف ذا هارت، بزيد قاعدته هذه بزيد الضغط على وين؟ على ليفت سايد اوف ذا هارت. ديكريزينج ذا رايت اوف ذا ليفت شنت، بس قال اللي هو تقلل الدم من الرايت للليفت. ديكريزينج ذا اماونت اوف سبيك سيرت بلاد انترينج دي سيستماتيك سيرفيليشن، بقلل من اللي هو كمية الدم الغير مؤكسجة تدخل للدورة الدموية العامة في الجسم. هاي فوائد سكويتينج بوزيشن. ايش فوائد سكويتينج بوزيشن؟ increase pressure on the left side of the heart، decreasing the right to the left shunt، decreasing the amount of oxygen of the oxygenated blood entering the systemic circulation. هذا اهمية سكويتينج بوزيشن، زيادة اللي هو الضغط على the left side of the heart، بيقلل من الرايت تو ليفت شنت، بيقلل من كمية الدم الغير مؤكسج اللي تدخل الدورة الدموية الرئيسية. فالدياجنوستيك ايفاليوشن كالعادة نفس اللي هو الأمراض السابقة اي سي جي. الاي سي جي بتلاقي رايت فنتكلر هايبرتروفي، تضخم في البطين الأيمن، كارديك سنترايزيشن قصر على القلب، انجيوكارديوغرافي اللي هو أشعة اللي هو فحص الأوعية الدموية حجمها والتسكير فيها، توصل أشعة السنية لابراتوري داتا، تأخذ أنت تعمل فحص دم بتلاقي عنده بوليسايثيميا. إيش معنى بوليسايثيميا؟ البوليسايثيميا اسمه لها اسم ثاني إذا كان خدته قبل هيك، بولي جلوبيليا أو بوليسايثيميا. البوليسايثيميا بتلاقي الهيموتوكريت والهيموجلوبين كونسنتريتد، الدم الهيموتوكريت عالي والهيموجلوبين عالي في البريفرال بلاد. يعني لما تسحب له عينه الدم بتلاقي الهيموجلوبين عالي والهيموتوكريت ايش عالي. طب لو سالتكم سؤال، ايش معنى هيموتوكريت؟ الهيموتوكريت ايش معناه؟ فوليوم برسنتج اوف ار بي سيز ان ذا بلاد اوف ذا بودي، نسبه الكرات الدم الحمراء الى نسبه ايش الدم في الجسم. السيرم للسيلز والهيموتوكريت بيكون في عند البالغين 45. هاي ايش معنى البوليسايثيميا؟ قلنا تركيز الدم، تركيز في الهيموجلوبين، تركيز في ايش في الهيموتوكريت. والهيموتوكريت قلنا ايش معناه؟ the volume percentage of RBCs in the blood in the blood of the body.
increasing of hematocrit and hemoglobin. يبقى الانسان اللي عنده ترجم فتره يقول هيموجلوبين ايش عالي ولا واطي؟ بنلاقيه عالي. الهيماتوكريت بنلاقيه عالي. Complications of valid tragedy, congestive heart failure, rare, infective endocarditis. طب الانفكتيف ايش معنى endocarditis؟ اللي هو التهاب بكتيري في الغشاء المخاطي المبطن لحجرات القلب من الداخل. Congestive heart failure and complications, infective endocarditis. ايش معنى endocarditis؟ التهاب بكتيري في الغشاء المخاطي المبطن لحجرات القلب من الداخل. Cardiovascular accident, cerebral hypoxia, يقل لك سجين عن الدماغ عن المخ hypoxia, بنقص الأكسجين اللي بروح للخلايا, نقص الأكسجين اللي بصل الخلايا. بوليسايثيميا, وقلنا إيش معنى بوليسايثيميا؟ بكل هيموجلوبين عالي والهيماتوكريت عالي, وهذا إلها مخاطر ممكن تعمل تجلطات وتسوء حالة المريض. Right ventricular dysfunction, بصير في خلل وفشل في عمل وإحباط وهبوط في عمل البطين الأيمن. التريتمنت أول حاجة تحسن الأكسجين, تعطيك أكسجين بروب أكسجينيشن. The infant is put in niches position, نحط المريض في وضع اللي هو niches position to decrease the fierce return from the legs, عشان يقلل كمية الدم اللي بيرجع من الرجلين. As quitting position, niches position اللي هو زي الستات اللي هو بحطوهم بيش بلدن في الليبر بحطها في النيشس تيش بوزيشن. ليش النيشس بوزيشن؟ هذا الامتحان لندكريز ذا فينس ريتين فروم ذا ليجز, بقلل حجم الدوره الدمويه اللي بتصل من الليجز. فليبوتومي اند اديكوت هيدريشن تو بريفنت سيربرال ثرومبوزيس. ايش معنى فليبوتومي؟ النخزه هذه اللي بنخزها نخزه الكانيولا هي اسمها فليبوتومي. يبقى انا بحط له كانيولا وبعلب له محلول مشان امنع السيربرال ثرومبوزيس الجلطات الدماغ. التريتمنت بالياتيف او توتال كوركشن. انا استموز بين ذا رايت اور ليفت سبكليفين ارتري اند ذا رايت بالمونري ارتري اور بتوين ذا اورتا اند بالمونري ارتري تو انكريز ذا بالمونري بلاد فلو. اسمها العمليه بلالوك توزنج توزك اوبريشن. بلالوك توزيك اوبريشن في هذه العمليه. انت بس تعرف اسم العمليه اللي بعمل انستموزز بين الرايت او الليفت سبكليفين ارتري والرايت بلمونري ارتري او بين الاورطه وبين البلمونري ارتري. ايش الهدف منها؟ تنكريز البلد فلو. تنكريز البلد ايش؟ تنكريز البلمونري بلد فلو. تنكريز البلمونري بلد فلو. توتال كوركشن ريموفينج ذا بريفيوس شنت الاولاني اللي عملناه اللي عملنا لايجيش قصدي انستموز بين الرايت اور ليفت سبكليفين ارتري والرايت بلمونري ارتري او بين الاورطه وبين البلمونري ارتري مشان نزود بلمونري فلو. بنقيمه هاك بانش بلمونري فالفوتومي اند في اس دي از ريكوير از ريبير. بنعمل ريبير, بنعمل فالفوتومي. وانتم عارفين في السابق قلنا ايش معنى فالفوتومي. والفي اس دي بنسكر هالثقب اللي بين البطينين. والكارديو بالمري باي باس ليتر ان ات ايج اوف 6 ييرز. من هذه عمليه قلب مفتوح انه بنحول الدوره الدمويه في اللي هو المضخه تمام المضخه المستخدمه لتحويل الدوره الدمويه بدل ما هي تمشي في الجسم. بس الدوره الدمويه تمشي في خلال جهاز اسمه المضخه على بين ما ايش ما يعملوا العملية اسمها كارديو بلمونري باي باس. وهذا تنعمل على سن 6 سنوات اللي هي عملية ايش التوتال كوركشن. ممكن يكون اللي هو الاوريجينال سبكليفين ارتري از دايركت كونكت تو ذا بلمونري ارتري. ممكن يوصل سبكليفين ارتري مع البلمونري ارتري. وممكن يكون موديفايد تيوب كونكتس بتوين اورتكس ارش اند ذا بلمونري ارتري او تيوبس توصل بين الاورتك ارش والبلمونري ارتري. في التفاصيل كتير. هذا ايش اسمها اللي هو الموضوع تترولوجي اوكسيت وهذا اهم موضوع تم. بس من اكثر المشاكل السيرفيك هارت ديزيز اللي بيصير للاطفال اثنين مكونات من ايش الاعراض والتشخيص اللي هو وسائل التشخيص اللي معروفه زيه زي اي مرض زي اي عيب في الخلق عيب خلقي في القلب بنستمر درسناه وبضل
عند اللي هو العمليات، يا اما بتكون بالياتيف، يا اما بتكون توتال كوركشن، يا اما عمليه قلب مفتوح، او بتكون اللي هو بنعمل انستموزز بين الارتريز سابقلي بين الارتري والفنتربلمنر ارتري او بين الاورطه وبين البلمنر ارتري. الهدف منه بدك تعرف الهدف تو انكريز ذا بلاد فلو، تو انكريز ليش ذا بلاد. الموضوع الثاني اللي حناخده اللي هو ترانسبوزيشن اوف ذا جريتب ارتريز، تحويل يعني الارتريز اللي بتطلع من القلب هذه بتكون مع العكس، يعني البطيء الاورطه في العاده بيطلع من وين؟ من البطيء الايسر، والبلمونري ارتري بيطلع من البطيء الايمن، بصير العكس يعني، بصير البلمونري ارتري بيطلع من البطيء الايسر والاورطه بتطلع من البطيء الايمن. هاي عندك ترانسبوزيشن اوف ذا جريت ارتريز occurs when the aorta arises from the right ventricle and the pulmonary artery from the left ventricle. هي هذا سؤال امتحان. يبقى transmission of the great blood vessels. transmission تحويل يعني استبدال او تحويل، انه البلمونري artery بيطلع من وين؟ في العاده من الرايت فنتركل، بصير يطلع في الترانسبوزيشن اوف ذا جريت بلاد فيزلز من اللفت فنتركل، والارتري والاورطه بيطلع في العاده من اللفت فنتركل، بصير يطلع بيطلع من وين؟ من الرايت فنتركل. Other anomalies are usually present. في ممكن يكون علم خلفية أخرى مع مصاحبة لهذا الأمر. الفنتركلر سبتال ديفكت، اتريال سبتال ديفكت، وبيتا مدكتس ارتريوزس. ممكن يكون هذه علم خلفية مصاحبة لهذا العيب الخلقي. أي الصورة أمامك. البطل في السجن لما تشفي كتير تدقش عليه. كلينيكال مانيفستيشن. سينوزس سينس بيث من ذي الولادة بصير سينوزس من عند ما يلد بقول يتخذ مزرق فيت ثرايف بالكبار يعني بنصحش فاتيجابيلتي من السهل يصير عنده هاق ديسبنيا with subcostal extraction at rest and during feeding بصير عنده صعوبة في التنفس حتى هو بيصرخ او في الرضاعة او بدون رضاعة بالاسلاف في الوضع الطبيعي هو مرتاح هو نايم بصير عنده دسمية كارديوميغالي تضخم في عضلة القلب كونجستيف هارت فيلر ويرلي كلابينج اوف فينجرز كلابينج اوف فينجرز وسينوز بصير منذ بعد الولادة على طول. دياجنوستيك فاريشن بدك تغثر فيها كالعادة، لكن هاي يقولك في أوسكالتيشن إيش الطبيب بسمع insignificant ميرمر، insignificant بسمع ميرمر. هذا الميرمر الصعب تقدر تعرفها، هل ميرمر عادية طبيعية فيسيولوجيكال ميرمر ولا باثولوجيكال ميرمر. شيستك سري ببين في أشعة الصدر إنه عنده كارديوميغالي، عنده تضخم في عضلة القلب. لفت التست إيه فحص له الدم بتلاقي بوليسايثيميا، وإيش يقول ليش معناه بوليسايثيميا؟ الهيموجلوبين عالي والهيموجلوبين عالي. اي سي جي بتلاقي باي فنتركلر هيبيتروفي، بتلاقي تضخم في البطين الايمن والبطين الايسر، باي فنتركلر اثنين تضخم في البطين الايمن والبطين الايسر. ايكو كارد يعمل له ايكو كارديك استرايزيشن قصر القلب وانديو كارديوغرافي اشعه للاوعيه الدمويه اللي هو فحص الاوعيه الدمويه بواسطه الاشعه السينيه. البروجنوزز بدون عمليه 75% بموتوا ان ذا فيرست 6 مانث. يبقى البروجنوزز ايش؟ صعب سيء. 75% من الحالات بموتوا في اول 6 شهور اذا بنعملش لهم عمليه. الكومبليكيشنز كونجستيف هارت فيلر، انفكتيف اندوكاردايتس، برين ابسس، كارديو سي في اي اللي هو سيربرو فاسكولار اكسيدنت، ثرومبوتيك جلطه في الدماغ في المخ، اريثميز رفع في القلب، رايت فنتريكولار ديسفانكشن يكون فيه فشل او هبوط في عمل الرايت فنتريكل البطين الايمن، كورونري ارتري اوبستراكشن انسداد في كورونري ارتري، فشل التاجيل يدو تو مايوكارديال اسكيميا فور مايوكارديال انفاركشن، جلطه في القلب اند ديث. التريتمنت مانجمنت اوف كونجستيف هارت فيلر، تعالج كونجستيف هارت فيلر، في بلت بروسيجر كريشن اوف اتريال سبتال ديفكت في بالون، سكر الاتريال سبتال ديفكت في بالون كثيرة during catheterization or surgical creation of atrial septal defect أو تعمل عملية قلب مفتوح. complete correction by cardiopulmonary bypass ممكن تعمل correction بأنك تعمل عملية قلب مفتوح.
تراك قسم الاتريزيا اللي هو ايش اسمه ايش هو تراك قسم الدوالب اللي بيقع بين ايش تراك قسم الدوالب بيقع بين البطين الايمن والاذين الايمن. في هذا الوضع مثل اتريزيا او تراك قسم الدوالب يعني بكون يا اما ضمور او انسداد في تراك قسم الدوالب. So that there is no communication between the right atrium and the right ventricle. فيش تواصل. الدم بينشبو يعني بينزلش من الأذين الأيمن للبطين الأيمن لأنه بكون الفالف في أتريزيا. انسداد في الفالف أو ضيق في الفالف. There is usually a VSD allowing some blood to enter the underdeveloped right ventricle. ممكن يكون عنده مصاحب للتراك قسم الأتريزيا في تراك قسم الديفكت وهذا بيسمح للدم إنه يدخل اللي هو الاندر ديفلوب وايت فينتكل البطين الايمن غير نامي او غير ناضج. بصل فنسيوج قلنا من نكس ركس فيه كتير فيكا من الستيشن سيروز كالعادة مارتسن سبيرت من الولادة بكل ازرق ديسميون فيدينج صعوبة في التنفس في الرضاعة ايرن كلابينج اوف فينجرز هايبوكسيا سبيلز نوبات من الهايبوكسيا فيرت سراي فرايت هارت فيلر مي اوكير نفس اللي هو ايش اللي هو ترانسبوزيشن جريت بلد فيلز ك زي ترانسبوزيشن جريت بلد فيلز ده نفس الكلمه مانيفستيشن. دياجنوستيك ايفالويشن زي ما هي نفس اللي هو اللي هو ترانسبوزيشن جريت بلد فيلز نو ميرمر اور ميرمر اوف اسيد ديفكتس فيش ميرمر سمعش ميرمر اي سي جي بتلاقي ليفت سايد هايبرتروفي اوف ذا هارت تضخم في البطين الايسر بما بالعمل بالعمل ايكو وقسطره وانجيو كارديوغرافي كومبليكيشن سي في اي سيربو فاسكولار اكسيدنت برين ابسس بكتيريا اندو كارديتس وهذه شغله قلنا ايش معناها. تريتمنت باليتيف بروسيجر تو انكريز بالمنري بلاد فلو ايش الهدف من العمليه انكريز بالمنري بلاد فلو anastomosis between the ascending aorta and the right pulmonary artery بصير anastomosis بعمل anastomosis بين ascending aorta والright pulmonary artery subclavian to pulmonary artery مش بقول subclavian في pulmonary artery anastomosis complete correction اسم العملية one turn procedure لجراحة قلب مفتوح replacement of tubular condition will evolve between the right atrium and the main بالمنري آثري بيعملوا صمام بين الرايت اتريام توصيله بين اللي هو الاذين الايمن وبالمنري آثري الاتريال ديفكت از كلوز الاتريال ديفكت اللي هو الاتريال ديفكت اللي بين الاذينين الاذينين الايمن والايسر بسكروه اند ذا مين بالمنري آثري از داجيت جاست اوف ذا بالمنري والف بربطه اللي هو بالمنري آثري قريب من فوق البالمنري والف مركز فيها بس اعرف ان العمليه اسمها والثاني بروسيجر عملية قلب مفتوح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.